ثاني شريكة أيضا مكتوبة عليه. هذه بكانها ملحوقة من القصيدة الأولى؟ لا غيرتي غيرتها. أيوة. لأحمد علي وذاك حسين عبده. أيوة. قال لهم حاجة الحنقيق وهم قال له يا أحمد ولا تبلي يا جماعة. قال أخبروني يا جماعة بقصة حجل. قال له غريب درين ما يبالي بخجل لك المها أخذت قرب العجل وقلت لك درين ما بها بدل أيامك التهم. الله أكبر. قال أحمد علي يا ناس ما هات الخير ذا الحجل بتطلع له حقيقة والغريب درين تثاني سريقة إذا مثبوت عليه. مثبوت عليه. أنا درين أمشي في بلادي وانت لا تغلط لا تغلط وأنت شيخ بادي للحجل مشلك لي حق وادي لا تشال الشر حولنا بيدي لا تمسك حق شاق في بلادي وهجة في مدينة. بيدي قال لهم حاجة الحقي هم الرحل مالي أنا شريته بفل اسمه درادي وانت تبقى عليك وتنزل في حلالي يدري انها تشوف فتنقص عالي. الله أكبر. لابد ما أرميك من يدي بعالي أو أن طلقتك لا حديد بماني ولا ما مد عليك. الله أكبر. السبب هذا الدرين أشجع عنك حين قال لك نفسك انتخذنك لن تلطمتها كان ما حرش عنك هذا الجريمة منها هي ورا طلقتك ولا تهب لما هديت ما عفيت عنك يا درين لازم تموت. قال له أنا مظلوم هذا مش جريمتي الغلط منك أنت المعتدي أنا أشياء عندني أبا أشتكي اللي تقول بالحج والفلوس وتفتشك من الدعاوى الكاذبة أطلع بريك أقنعك يا أحمد وشل المحكمة يكتب اللي فيها نجاح ساعة درين. الله. قال له أحمد علي درين ماشي عاد الحاكمة عليك سريق الآن وسريق المحكمة وفراي هذا اليوم لازم من فاهمة لابد من رأسك لا تعطيني مراقبة حلفت لا أدفع عليك. الله الله. رمم درين الأول وقبل التهان ودرين خرج هارب اليمن طلقتين في درين جمعة في البدن وحل مطاح درين نفسه حددا. الشهادة الكاملة لسانه انطقت وقال أنا أكثر شيء هذا روح أنه بري ومن الشهداء. الله أكبر. الله 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 الله.